مستعد محمد عضو التنسيقية ديال المعطلين المستفيدين من رخص النقل وضحايا السحب تاع السوفي منخرطة الاتحاد المغربي للسوق لقطاع النقل. الاستفادة كانت سنة 2000 إطار الجمعية الوطنية لحمل الشهادات عبر النضالات ديال الجمعية. شحال كان العدد ذاك الوقت اللي استفدتي؟ استفدنا حنا العدد ديال رخص النقل 15 رخصة. 15 رخصة من ذاك الوقت الناس دارت دي كريدي وداروا الطوموبيلات ديالهم مشتغلين. كاين اللي زاد كمل الدراسة ديالو دراسة عليا السلك الثالث وداك وحنا عليه الله اللي توظف بالمالية ولا بالخارجية حتى الحدود 2012 فجأة تم سحب إلا كنقول إلا كان بحال اللي كان مقصودة ولا بشكل انتقامي إلا الناس ديال الجمعية الوطنية لحمل الشهادات المعطلين. بستة الجمعية الوطنية لحمل الشهادات المعطلين مبررات وهي نعطيك مبررات كاين واحد الأخت خدامة عند محامي ب 1000 درهم اعتبروها خدامة كاين واحد الأخت تزوجت لإسبانيا اعتبروها صافي راه حنا لها الله خصنا نسحبوا لها لاكريمو يعني باش نقول لك مبررات انتقامية ماشي شي حاجة لا قانونية لا إضافة أن السحب كان محلي لم نعتمدوه ما كان لا قرار وزاري ولا قضائي ولا والو رئيس قسم الشؤون الاقتصادية مع الهمام اتفقوا سحبوا عطونا المبررات تقول لك سير شكي كان لا مبرر لا والو كاين مبررات من خلال اجتمعنا في الاتحاد المغربي للشغل كمتضررين والعائلات ديالهم خدينا معركة مفتوحة اعتصام السنة اللي فاتت نتج عليه حوار مع السيد الوالي كان متفاهم واعتبر أن السحب خطأ إداري بالنسبة لجميع الرخص بستة وغادي يدير مجهود ديالو لاسترجاع هاد الرخص مؤقتا عطانا رجعنا واحد الرخصة وعطانا ثلاثة ديال داك الرولاج شوية ديال التجوال وجوج أن جوج الموظفين على أساس نعطيوه وقت أكثر لأن غيكون شوية صعيب بالنسبة لي الحدود الساعة راه سنة مرات ما تسلمناش الرخص هو كان مطلب منا شهرين ثلاث شهور دابا حنا في سنة الرخص ما ولاتناش هما دابا تجمعوا داك الإخوان حنا في اعتصام مفتوح درنا وقفة احتجاجية درنا مسيرة غدا كنتظروا غدا يكون حوار مع الاتحاد المحلي على هذا الملف هذا نتمنوا أن يتصحح هذا الخطأ لأن كما قلت خطأ انتقامي وتحسوفي في حق المعطلين إما يكونوا مناضلين في حركة النضالية في 20 فبراير وغيرها أو أنهم كانوا مناضلين في الجمعية الوطنية دو أنا كيبان لي أنا السبب انتقامي لأن ما كانش شي سبب مبرر واضح باش تسحبوا حنا كنطرحوا حتى في حالة هاد الموظفين إلا تزايدنا وداك الشيء يا إما يكون السحب لجميع الموظفين والبرلمانيين يتسحب لهم واخا كانت من 54 حتى لدابا ولا يرجعوا لنا حنا الرخص ديالنا وشكرا.